طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنتكلم على أداة الليست بوكس، نتعرف على أهم الخصائص والدوال الشائعة لها، ومن ثم نأخذ إيش تطبيق عملي عليها. تمام، الليست بوكس تقريبا تكلمنا عليها كذا بشكل بسيط في المحاضرة السابقة، وقلنا الليست بوكس عبارة عن أداة تمكن المستخدم من عرض إيش مجموعة من العناصر، والمستخدم يختار إيش من هذه القائمة ما يريد، وعند اختياره لأحد هذه العناصر ينفذ لي إيش أكشن معين أو حدث إيش معين. تمام، الليست بوكس زي أي أداة لها خصائص ولها إيش دوال، صح ولا؟ فمن أهم خصائصها النيم، اسم إيش البرمجي، وهذا سبق وتكلمنا على هذه الخاصية، وقلنا الخواص الشائعة والمتكررة ما عاد بنتكلمش عليها. تمام، إذن النيم اللي هو الاسم إيش الاسم البرمجي، التكست اللي هو إيش النص الظاهر، الفونت الخط، الملتي كولوم اللي متعددة ليش الأعمدة، متعددة ليش الأعمدة. ولذلك لو جينا أن نشوف هذه الأداة عشان نطبق فيها الخصائص، هذه هي الليست بوكس. اولا كيف نضيف العناصر فيها، كيف نضيف العناصر ايش فيها؟ طبعا في معنا خاصيه اسمها ليش ايتمز، وهذه الخاصيه لاضافه ليش العناصر في القائمه. اذا نذهب الى الخاصيه ايتمز ونضغط على هذا الزر، ومن ثم هنا ايش نضيف ليش العناصر. اذا هذه الواجهه هي خاصه بتحرير ليش العناصر. ايش قال لي هنا؟ انتر ذا سترينجز، ادخل نصوص بليز، ادخل ايش نصوص في الكوليكشن وان بير لاين، يعني نص في كل ايش سطر. اذا كل سطر يمثل لي كانه ايش كانه عنصر، كل سطر يمثل ايش عنصر. اذا مثلا ايش لو كتبنا هذه القائمه في خاصه بالالوان، مثلا ريد بلو جرين يلو بلاك الى اخره، واضح ولا؟ كل سطر يمثل لي ايش يمثل لي عنصر، مع ملاحظات انه السبيس هذه تعتبر ايش عنصر كمان، اي سبيس تعتبر ايش عنصر. اذا بعد ما انتهي من اضافة العناصر اعمل ايش اوكي، سألاحظ اضافة العناصر وين او ظهور العناصر وين في القائمة اسمها الليست بوكس ايش 1. اذا عند التنفيذ المستخدم بيختار ايش احد هذه ليش العناصر، والاصل ما يختار هذا العنصر ينفذ لي ايش اكشن معين، ينفذ لي حدث معين، مش فقط كذا يختار وخلاص، صح ولا؟ اذا باختياره لاحد هذه العناصر ينفذ ايش اكشن معين. تمام، اذا احرر واضيف العناصر من وين؟ من خاصيه الايتيمز، وبامكاني اضغط على هذا السهم الصغير واعمل ايش ايديت ايتيمز، بنلاحظ انه ايش ظهر لي نفس الواجهه، واضح؟ اذا تحرير العناصر باحدى طريقتين، من هنا ومن ليش ومن الخصائص، والطريقة الثالثة بالشفرة البرمجية حتجي معنا بعد شوية. طيب خاصية الملتي كولوم، الملتي كولوم لو كانت عدد العناصر أكثر من حجم الأداة، إيش نلاحظ؟ لو كانت عدد العناصر أكثر من حجم الأداة، إذا ظهر لي إيش شريط تمرير عمودي، صح ولا؟ يعني كم معي أعمدة؟ الآن كم معي أعمدة؟ عمود واحد، صح ولا؟ اذا الملتي كولوم تخلي العناصر تظهر بشكل ايش متعدد الاعمده، بمعنى ان شريط التمرير حيظهر لي ايش بشكل افقي، الان هو عمودي الاصل، صح ولا؟ اذا لو شفنا هذه الاداه اللي اسمها الملتي كولوم، الملتي كولوم هي باي ديفولت ايش فولس، يعني غير مفعله، باي ديفولت فولس غير ايش مفعله، وهو الان بيعطيك تحت تضغط على الخاصيه حيعطيك هنا وصف عن هذه الخاصية، ايش قال؟ indicates يحدد او يحدد if values اذا كانت القيم اللي هي العناصر should be displayed in column horizontal، ستظهر لي في ايش؟ بشكل افقي، في اعمدة بشكل ايش؟ بشكل افقي. اذا لو عملت الان هذه الخاصية لاحظوا ظهر لي ايش؟ horizontal vertical line، horizontal ايش؟ line، horizontal ايش؟ scroll bar، يعني شريط تمرير ايش افقي. الان العناصر كيف بتظهر؟
بشكل افقي يعني كأنها أعمدة. العمود الاول ريد، العمود الثاني بلو، العمود الثالث جرين، العمود الثالث ايش يلو، بعكس ما كان ايش فيرتيكال. اذا ممكن اعرض العناصر فيرتيكال وممكن اعرض العناصر ايش ها هوريزونتال، بشكل افقي بشكل ايش بشكل عمودي. ما احتاجت هذه الخاصيه لا تفعلهاش، واضح ها؟ انت اصلا ما تش مركزه معايا، لا ركزي شوفي. طيب سورتد، اسمع السورتد مرتب. العناصر بي ديفولت حتنضاف بحسب الاضافه، بحسب ايش الاضافه. لو اراد المستخدم ان يرتبها يذهب الى الخصائص، لاحظوا الان يذهب الى الخصائص يروح عند خاصيه ايش السورتد. السورتد ايش بي ديفولت غير مفعله، تمام؟ لا اذا قال لي كنترولز التحكم ويذر، سمعت ويذر؟ فيما اذا كانت the list القائمه is sorted مرتب او غير مرتب، اما مفعل او غير ايش مفعل. الان القائمه غير مفعله صح ولا لا؟ يعني القائمه غير مرتبه. لاحظوا الار ظهر قبل ايش البي بحسب الاضافه. اذا لو فعلت هذه الخاصيه عمل ترو، لاحظوا انه اعاد ترتيب ايش العناصر ابجديا من A to Z، تمام؟ اعاد ترتيب العناصر من ايش ابجديا من A to Z. اذا عرفنا ايش معنى خاصيه السورتد، معناها ايش ترتيب العناصر ابجديا، ترتيب العناصر ايش ابجديا. الايتيمز تكلمنا عليها صح، وهذه الخاصيه للتعامل مع العناصر الاضافه والحذف والتعديل، تمام؟ طيب سيلكتد ايتيمز، سيلكتد يعني ايش مختار او محدد، والايتيم العنصر، العنصر. وهذا طبعا الخاصيه حتجيب لي العنصر اللي اختاره المستخدم، هذه الخاصيه. انا بعطيكم وقت التطبيق لكم معايا. السيلكتد ايتم معني بهذه الخاصيه بتعطيك ليش بتعطيك العنصر اللي اختاره المستخدم، والسيلكتد اندكس بتعطيك رقم العنصر اللي اختاره ليش المستخدم. فعلى سبيل المثال لو شينا نفهم هذه الخاصيه، نشيل الان نعرض العنصر اللي اختاره المستخدم في رساله نصيه، ايش حنقول؟ ميسك بوكس ها، بعدين اسم الأداة الليس بوكس واحد دوت ايش؟ ايش الخاصة اللي تجيب العنصر اللي اختاره المستخدم؟ سيلكتد ايتم، سيلكتد ايش؟ ايتم. إذا لاحظوا الآن لو ضغط على هذا البوتون ايش حيجيب لي؟ حيجيب لي العنصر اللي اختاره المستخدم من القائمة الليس بوكس واحد، صح ولا لا؟ ايش جاب لي الآن؟ نثينج، لأنه ما في عنصر محدد، صح ولا لا؟ لو أشرت الآن مثلا على ريد بيقول لي والله المستخدم اختار ريد، المستخدم اختار ايش ريد، واضح ولا واضح؟ السيلكتد ايتم، اذا السيلكتد ايتم حتجيب لك العنصر اللي اختاره ليش المستخدم، صح ولا؟ طيب والسيلكتد اندكس حتجيب لك ايش رقم العنصر اللي اختاره ليش المستخدم بالارقام. طبعا الارقام هي ترتب ايش من صفر تو ان، من صفر تو ان، ان العنصر الاول بيختار ايش بياخذ الرقم صفر او الاندكس صفر، صح ولا؟ ما قبله يعتبر سالب واحد. السالب واحد معناه ايش؟ انه لم يختار المستخدم اي شيء، تمام؟ لو اختار العنصر رقم واحد ايش حيكون؟ حيعطينا صفر. لو اختار المستخدم رقم اثنين حيعطينا ايش؟ واحد، لانه بيبدا بالفهرسه والاندكسنج من وين؟ من زيرو تو ان، من زيرو تو ايش؟ تو ان. اذا السيلكتد اندكس حتجيب لي رقم العنصر اللي اختاره ليش؟ المستخدم. والسيلكتد ايتم حتجيب لي العنصر او محتوى او اسم العنصر اللي اختاره ليش المستخدم، صح ولا لا؟ طبعا مش الهدف من هذه الخاصيه عشان بس يطلع لك في رساله نصيه، لا، انت بتضيفها بحسب ليش بحسب الحاجه. مثلا على سبيل المثال في الشفره البرمجيه، نشيل الان المستخدم لو اختار العنصر الاول اللي اسمه بلاك يغير لي مثلا لون الخلفيه الى بلاك، ايش حنسوي؟ ها نقول له اذا اختار المستخدم العنصر رقم واحد الاول، يعني ايش حنقول له؟ اذا كان الليس بوكس واحد دوت ايش؟ اذا شيب الارقام قول له سيلكتد اندكس، سيلكتد ايش؟ اندكس يساوي ايش؟ صفر. ايش معنى صفر؟ بلاك، بلاك معنى، معنى الان غير ليش الخلفيه الى بلاك. كيف غير الخلفيه الى بلاك؟ باك كلر يساوي ايش؟ يساوي بلاك، تمام؟ وإذا اختار المستخدم العنصر رقم اثنين ايش هيسوي لي؟ بلو. إذا else ايش؟ اف الليست بوكس واحد
دوت سيلكتد اندكس يساوي ايش؟ واحد. ايش حنسوي؟ انا اقول المي دوت باك كلر ايكوال تو ايش؟ ايكوال تو بلو. عفوا ايكوال تو ايش؟ بلو. اذا هذا الكود متى حيتنفذ؟ عند الضغط على البوتن. ها يعني المستخدم ايش؟ هيختار على هذا البوتن ما راح ينفذ شيء. ليش؟ لانه لم يتحقق اي شرط. المستخدم لم يختار صفر ولم يختار واحد. صح ولا لا؟ طيب لو اخترت صفر تنفذ الكود، لو اخترت واحد تنفذ الكود. صح ولا لا؟ طيب هل ممكننا مجرد ما اضغط على العنصر بيتنفذ على طول؟ نعم. اذا ناخذ هذا الكود ونروح ايش؟ نعمله هنا. لانه اللي حدث وين؟ على الليست. اذا لاحظوا الليست بوكس ايش الحدث الافتراضي لها؟ السيليكتد اندكس تشينجد. ايش معنى تشينجد؟ تغير. والسيليكتد اندكس العنصر المختار. صح ولا لا؟ اذا تغير العنصر المختار روح نفذ لي هذا الكود. الان باي ديفولت كم العنصر المختار؟ سالب واحد. سالب واحد. لو ضغط على الاول هيتغير من سالب واحد لصفر. لاحظوا تنفذ الكود. لو ضغط على الثاني هيتنفذ الكود على طول لانه ايش؟ لانه واحد. صح ولا لا؟ اذا هذا الحدث اللي هو سيلكتد اندكس ايش؟ تشينج. يعني كل ما غيرت الاختيار كل ما نفذ لي ايش؟ الكود. ما في داعي ان نروح اضغط على بوتن. واضح؟ واضح هذا الاختيار؟ واضح هذا الحدث؟ سيلكتد اندكس تشينج. يعني كل ما تغير في الاختيار كل ما طبق لي ايش؟ الكود. واضح؟ هذا معنى ايش؟ السيلكتد اندكس ايش؟ تشينج. طيب يا ترى لو كان هذه القائمه فيها 100 لون بقيس اكتب اف الس اف الس اف الس اف الى اخره. صعب جدا صح ولا لا؟ صعب جدا اني اقيس اقول له اذا اختار المستخدم العنصر الاول اعمل لي كذا، واختار الثاني اعمل لي كذا، واذا اختار الرقم 100 اعمل لي كذا. لا، ايش حنسوي؟ حنختصر هذا الكود الى سطر. صح ولا لا؟ حنقول له المي دوت باك كلر يساوي، لاحظوا الان يساوي الوان. صح؟ لاحظوا هذه الالوان الريد والبلو والجرين والليلو والبينك، هذه الوان او اسماء معروفه في النظام. صح ولا لا؟ معروفه في ايش؟ في النظام. فانا ممكن اروح اخاطب نظام التشغيل اقول له سيستم دوت ايش؟ لو تذكروا حق الايميج ايش كنا نسوي؟ دراوينج. نمشي نرسم صوره في البيكتشر بوكس نعمل دراوينج. وكنا نعمل هنا ايش؟ نشي نرسم صوره. لا، نحن نقول الان نشي نرسم ايش؟ لون. شيء الان نخاطب نظام التشغيل نجيب له حل لون. نجيب له حل ايش؟ اللون. اللون هذا منين بجيب لك اياه؟ احنا كنا الصوره نقول له من ملف واروح اجيب له مسار الملف. صح ولا لا؟ هنا ممكن اجي اقول له ايش؟ فروم مثلا اي ار جي بي. ايش هو الار جي بي؟ ريد جرين بلو. وهذه اساس الالوان. اساس الالوان ريد جرين بلو. يعني من خلال ها؟ كل لون هو اصلا هذا اساسه. يعني اساس الالوان هي الريد والجرين والبلو، بس ظهور نسبه هذا اكثر من هذا وهذا بيخلق لي لون. يعني التمايز بالنسب بيخلق لي ايش؟ الوان مختلفه. انا الان مشيش اعطي نسبه لهذا ونسبه لهذا ونسبه لهذا، انا الشيء الان ايش؟ اعطي اسم لون هو يجيب لي اياه. اذا فروم ايش؟ فروم نيم. وين هو النيم؟ انا ممكن بين قوسين اقول له ريد، بس هذا الان حيروح يجيب لي اللون الريد. انا مش لون الريد، انا مش اللون اللي اختاره المستخدم من القائمه. كيف اجيب اللون اللي اختاره المستخدم من القائمه؟ ايوه، ديس بوكس واحد دوت ايش؟ سيلكتد ايتم. اذا بدل ما اعطي لون ثابت اقول اللون اللي اختاره المستخدم، على افتراض انه الالوان الموجوده في القائمه كلها الوان معروفه وين؟ معروفه في النظام او لدى النظام. تمام. اذا هذا السطر لاحظوا ايش بيكون تاثيره. بلاك بلو جرين ريد يلو اي شيء. واضح؟ اي الوان تضيفها تصبح ايش؟ واضح. تمام. اذا ما معنى هذا الكود؟ روح غير لي لون الخلفيه. تمام. من وين؟ خاطب لي النظام انه يروح يجيب لك اللون من الاسم اللي اختاره المستخدم من القائمه. واضح ولا لا؟ من الاسم اللي اختاره المستخدم ليش من القائمه. الان بامكانك تروح ايش؟ تضيف لون مثلا بينك. هل داعي ان انا اروح اغير في الكود؟ ما فهمت في داعي، خلاص شفره واضحه ثابته. اخترت بينك
مين جاب لي على طول؟ واضح؟ واضح معايا؟ إذا معنى هذا الكلام إنه selected item إنه حتجيب ليش؟ اسم العنصر المختار، اسم العنصر ليش؟ المختار، وأنا بعدين بوظفه بحسب ليش؟ بحسب الحاجة. selected index حتجيب ليش؟ رقم العنصر المختار. sorted هيتحكم في الترتيب، إما أفعل الخاصية أو ألغي تفعيل الخاصية، أعطيها قيمة true وإما إيش؟ وإما false. الباك كلر تغيير لون الخلفية، حق من؟ حق الليسبوكس، لأنه الآن خصص هذه الليسبوكس، صح ولا؟ إذا أردت أن نغير الخلفية حق هذه إيش سوي؟ بدل ما أكتب 100 أكتب إيش؟ الليسبوكس 1. نشيل الآن أغير الخلفية حق من؟ حق 100 يعني حق الفورم، حق الليسبوكس يعني حق الليسبوكس. متى؟ عند تغير الاختيار. إذن ها؟ كيف؟ لا، الحدث الافتراضي للليسبوكس هو هذا، هذه هذا الحدث الافتراضي للليست، يعني كل أداة لها حدث افتراضي. البوتون مثلا ايش حقول الحدث الافتراضي؟ كليك، وانا ممكن اروح اعمل بالماوس بالكيز باي شيء، صح ولا؟ التكست بوكس مثلا ايش حق الحدث الافتراضي؟ التكست تشينجد، صح ولا؟ يعني كل أداة لها حدث ايش؟ حدث افتراضي بحسب وظيفة هذه الأداة، بحسب ايش وظيفة هذه الأداة. تمام، واضح ولا؟ لو شيء غير اللون، لون الخط ايش حسوي؟ فور كلر، صح ولا لا؟ فور كلر كذا. شوف الان ايش بيسوي لي؟ الان مغير لون الخط. تمام، واضح صح ولا لا؟ اذا انا جمعت خاصيه من هنا وخاصيه من هنا وخاصيه من هنا وجمجناها واصبح يعني عملنا منتج مختلف. تمام، طيب الفيزيبل مرئي او غير مرئي سبق تكلمنا عليها. الرايت تو ليفت اليمين الى اليسار، الان العناصر مظهور ظاهره من وين؟ من اليسار الى اليمين. طيب لو كانت عربي ضروري تظهر من اليمين، اذا بروح لعند ايش خاصيه الرايت تو ليفت باي ديفولت ايش؟ نو، بخلي ايش؟ يس لاحظوا انه رجع لي ليش؟ العناصر من اليمين، هذا تناسب مع النص ليش؟ العربي، او الغي الخاصيه. تمام، كل شيء مسجل، انتم بس انتبهوا معي، كل شيء مسجل. طيب الملتي كولوم سبق وتكلمنا عليه، لو اراد المستخدم ان يعرض العناصر بشكل ايش؟ متعدد الاعمده، هذا اذا كانت ايش؟ عدد العناصر اكبر من حجم ليش؟ الأداة. النيم اللي هو الاسم ليش؟ البرمجي. السليكشن مود طريقة الاختيار، الآن المستخدم كم يستطيع اختيار عناصر؟ واحد، لو اخترت هذا وانتقلت للثاني التغى الاختيار الأول، صح ولا لا؟ إذا هذا طريقة الاختيار أنا أتحكم به من خلال خاصية ليش؟ السليكشن مود. الآن السليكشن مود ايش هو؟ 1، يعني ايش؟ المستخدم يستطيع يختار ايش؟ عنصر واحد. لو عملت نن ولا يستطيع يختار شيء، ولا يستطيع يختار ايش؟ شيء، صح ولا لا؟ بهذا الشكل. كمان ايش من 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 قيم لها؟ سلكشن ايش؟ مود، سلكشن مود، في معانا مالتي سيمبل، مالتي ايش؟ اكستندد. ايش معنى مالتي سيمبل؟ مالتي يعني متعدد، وسيمبل بسيط، ومالتي متعدد، واكستندد يعني ايش؟ عكس بسيط. ايوه، اذا لو عملت مالتي سيمبل حنشوف الثنتين مع بعض. الان المستخدم لو اختار هذا واختار هذا، يعني ممكن يختار اكثر من واحد، ممكن يختار اكثر من ايش؟ ممكن يختار اكثر من ايش؟ من واحد. يعني لو كان في معك عملية تنفذها على أكثر من عنصر، مثلا حذف، شي تحذف هذولا، صح ولا؟ بدل ما تضغط على العنصر الأول تعمل له حذف، والعنصر الثاني وحذف، والعنصر الثالث، ظل اللي على أكثر من واحد وعمل عملية حذف واحدة. واضح ولا لا؟ واضح؟ بحسب الحاجة. المالتي اكستندد هي نفس المالتي سيمبل، ولكن يمكن الاختيار بالشيفت مع السهم،
سواء اللي فوق ولا اللي تحت. لاحظوا شيف مع الأسهم واضح؟ هل ما فيش مسرب؟ ايشو؟ مسرب يعني اول مسرب اخر مسرب وسط لا عادي عادي عادي. يعني مثلا اعمل كذا تعال هنا مع الشيفت لاحظ الان؟ الان ضاغط على الاول والشيفت واضغط على الاخير ظلوا الكل تمام؟ وهكذا. اذا عرفنا ايش هذه السليكشن مود اللي هي طريقة الاختيار، اما لا اسمح للمستخدم باختيار العناصر، واما اسمح له باختيار عنصر، واما باكثر من عنصر، واما باكثر من عنصر باستخدام ليش؟ مع خيار الشيفت تمام؟ مع خيار ليش؟ الشيفت. طيب اذا هذه اهم الخصائص حق من؟ حق الليست بوكس. ناتي الى اهم ليش؟ الميثودز للفانكشن صح ولا لا؟ نقول ان كل اداه لها ايش؟ لها خصائص ولها behaviors او methods او function تمام. اول حاجه اللي هي ليش؟ الاد. اول داله او اول ميثود للليست بوكس اللي هي ليش؟ الاد. اد يعني ايش؟ اضافه. اضافه ماذا؟ عناصر. اضافه ايش؟ عناصر. اذا احنا قلنا ممكن اضيف العناصر من هنا او من خاصيه الايتيمز او من خلال استخدام داله الاد صح ولا لا؟ يعني لو اردت ان اضيف عنصر هنا اد، لانه الان المستخدم ما ينفذ اصبحت العناصر هذه ثابته، هل بامكانه يضيف عناصر؟ نعم بامكانه اذا حددت الخيار ليش؟ الاد. اذا هنا ممكن اجي اقول ايش؟ ايش اضيف؟ عنصر لوين؟ للليست بوكس. اذا بقول ليش؟ الليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت حيظهر لي هنا الادوات او الفانكشن. الان ايش ايش؟ اد. الاد هذه قال لي عباره عن داله هتاخذ لي الان ايش؟ قيمة الايتم. الايتم ايش هو؟ ايش قيمته؟ سترينج صح ولا لا؟ ليش سترينج؟ لانه لما قلت لكم هنا كذا ايش مكتوب هنا؟ انتر سترينجز. انتر ايش؟ سترينجز. اذا هنا بحط له ايش؟ سترينج. واضح ولا لا؟ ممكن نجي نقول له ايش؟ ايش اللون اللي ما كتبناش؟ جرين موجود. ايش اللون اللي ما كتبناش؟ رد. براون. يلا براون. براون. اذا لاحظوا الان المستخدم ايش ممكن نضيف هنا؟ ايش براون اضافه وين؟ براون هنا. عنصر واحد الان اضفت عنصر، ممكن لو اضيفه مره ثانيه حيظهر لي براون. براون كذا. يعني المستخدم هو اللي يضيف العناصر صح ولا لا؟ بس هذا الان ليش؟ طريقة ثابتة، يعني هو الكود هذا عشان نضيف لي ايش؟ لون براون. ايوه. كيف ممكن نسوي؟ ممكن نجيب هنا ايش؟ مربع نص صح؟ ونقول في الكود اضيف لي ايش؟ مش لون براون، اللون الموجود وين؟ في مربع النص، لانه مربع النص فيه في الاخير نص. إذا المستخدم حيضيف هنا ايش؟ أي شيء هنا بيضيفه هيعمل له آد حينضاف صح ولا لا؟ حينضاف أي شيء. أيوه. هنا الآن منظور ليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت آد ما بداخل التكست بوكس، ضيف لي أي حاجة. ما بداخل ليش؟ التكست بوكس واحد دوت ايش؟ دوت تكست. واضح؟ إذا أنا بدخل ليش؟ بدخل النص وأعمل ايش؟ آد. ليش اضاف لي فراغ؟ الان لو عملت مره ثانيه كذا بيضيف لي فراغ. ليش؟ ما كتبت. ليش؟ صح كلام سليم. التكست بوكس واحد هذه انا اكتب داخل التكست بوكس اثنين. نركز لذلك هذه بتكون ايش؟ تكست بوكس ايش؟ اثنين تمام. اذا اي شيء بكتبه هنا بعمل له اد حينضاف. لاحظوا وين انضاف؟ هنا، لانه مأبجد الان صح ولا لا؟ واضح. اذا المستخدم يستطيع يضيف ما يريد، يكتب النص ثم ايش؟ يعمل عمليه ايش؟ اضافه. اذا عرفنا ايش معنى اد. هل تجي ايش تفعل؟ اضافه. تضيف
إضافة إيش عنصر إلى القائمة. إذن إيش بكتب إيش الليست بوكس واحد دوت آيتمز دوت آد وأعمل بين قوسين إما العنصر دبل كوتيشن أو أقول له جيب لي ما داخل محتوى إيش مربع النص. طيب كاونت عد صح ولا لا؟ وهذه الدالة حتجيب لك إيش عدد العناصر الموجودة في القائمة، زي ما يقول لك كان يجيب لي كم عدد طلاب صح ولا لا؟ إذن هذه حتجيب لك إيش حتجيب لك عدد إيش العناصر. إذا ممكن أجي أقول مسك بوكس، لو شيل أنا أعرض عدد العناصر في رسالة نصية بقوله مسك بوكس دوت إيش عفوا ليست بوكس واحد دوت آيتيمز دوت إيش، كيف أجيب العدد؟ دالة الكاونت، دالة إيش الكاونت. إذا الكاونت قال جيت، إيش معنى جيت؟ الحصول أو يحصل على the number of items in the collection، عدد العناصر في القائمة. تمام، عدد العناصر في إيش في القائمة. إذا لو ضغط على هذا قال لي كم معك؟ 6 عناصر. تمام، لو ضفت شيء معين جديد عملت له add قال لي أنت الآن معك إيش 6. ليش غيرنا الكود؟ غيرنا الكود. طيب الادرينج، ايش معنى الادرينج؟ اضافه ولكن مجموعه عناصر، زي ما قالت زميلتكم انا بيصير اضيف على عنصر عنصر، لا انا ممكن اضيف ايش مجموعه عناصر. كيف اضيف مجموعه عناصر؟ ايوه طبعا، اول حاجه بنعرف ايش مش متغير، مصفوفه من المتغيرات صح ولا لا؟ انا كنت الان احط له هنا ايش قبل كده احط له ايش احط له اد واحط له ايش قيمه واحده عنصر. اه طيب الان لو شيل انا اعرف مصفوفه عناصر، كيف كنت اعرف مصفوفه في السي بلس بلس؟ كنت اعمل هذا الشيء صح، هذا الانتجر اكس ماركه صح ولا لا؟ لو عملت كذا انتجر اكس ايش معنى هذا الكلام؟ هذا متغير صح ولا لا؟ الفيجوال بيسك نفس القصه، انا ما استخدم الانتجر استخدم ايش ديم صح ولا لا؟ ديم اكس صح ولا لا؟ يعني عرف لي اكس. لو عملت الان از سترينج ايش معنى هذا الكلام؟ من نوع تعرف متغير من نوع سترينج. لا طيب لو ايش يعرف مصفوفه صح كذا؟ لا هنا كذا واضح ولا؟ اذا هذا هو التعريف الايش المصفوفه ديم اكس از سترينج صح ولا؟ لان عرفت ايش مصفوفه اسمها اكس من نوع ايش السترينج، بامكاني احدد ايش حجمها، بامكاني احدد ايش حجمها، وبامكان الحجم يكون ايش متغير بحسب القيم صح ولا؟ انا كنت من قبل هنا ممكن اسوي ايش يساوي واعمل هنا قيم صح ولا؟ مش كذا مش كذا كنت اسوي؟ ايوه هنا بامكاني اسوي ايش اقول له يساوي اقول له القيمه الاولى القيمة الثانية القيمة الثالثة مثلا إلى آخر صح ولا؟ بمعنى الآن حجز لي مصفوفة اسمها إكس كم فيها عناصر؟ 3 بحسب القيم صح ولا؟ إذا لو إذا تشيش خلاص قبل كذا بعدي هذا، وأنت ليش حتنشي المصفوفة إذا ما تحددي؟ ها؟ خلاص الآن هو أكثر من عنصر كم؟ عمل لي 100 عادي تمام؟ واضح؟ إذا الآن أنا عرفت مصفوفة، عرفت الآن إيش؟ مصفوفة من السترينج وأعطيتها قيم. الموقع الأول حياخذ A A A، الموقع الثاني حياخذ إيش؟ القيمة B B B، الموقع الثالث حياخذ إيش؟ تريبل C C. واضح؟ طيب إيش حسوي الآن؟ هضيفهم لإيش؟ القائمة. كيف أضيفهم؟ الليست بوكس واحد دوت آيتيمز دوت إيش؟ دوت اد ولا ادرينج؟ شوف الاد هذه تشيلك ايش؟ تشيلك ايتم عنصر صح ولا؟ لو عملت ادرينج ايش تشيلك؟ مجموعه ها لو عملت كذا يقول لك ان الان الشيء ايش؟ ايتمز بس يعني شيء مصفوفه صح ولا؟ اذا الادرينج دائما لاضافه ايش؟ مصفوفه من العناصر. ايش انا سميتها؟ اكس واضح ولا؟ اذا هذا الان لاضافه ايش مصفوفه من العناصر اللي هي الاكس. طبعا الاكس كم فيها عناصر؟
واحد اثنين ثلاثة بإمكانك تضيف كم ما تشتي. تمام؟ إذا لو الآن عملت add rings إيش ضاف لي؟ ضاف لي السي في مكانها صح؟ والبي في مكانها والأ في مكانها، بس لأننا نفعل خاصية السورتد، لأننا نفعل خاصية السورتد فراح نرتبها. إيش تكتبين؟ ومن حل جيبهم؟ لا من حل حتجيبهم؟ من حل جيبهم إذا ما تكتبينش من ما تجيبهم؟ لا مش شرط أن المستخدم يكتبهم بليز. سؤال مهم يقول لك هل المستخدم إذا أراد أن يختار مثلا يحدد 10 عناصر يقيس يكتبهم كذا؟ يقول الكود يعدل؟ اللي بيعدل الكود هو من؟ هو المبرمج. إذا أحيانا قد يكون تلاحظون هذه في الأنظمة بيجي يقول لك أسماء الطلاب، أسماء ليش؟ الطلاب بدل ما أقيس أضيف طالب 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 طالب، أسماء الطلاب هم موجودين مثلا في قائمة أكسل أو في قائمة أكسس، أروح أعمل لهم استيرات وأضيفهم مرة واحدة هنا. واضح ولا لا؟ بهذا الشكل. طبعا المصفوفة هذه ممكن أعبيها بطريقة ثابتة، ممكن أعبيها بطريقة إيش؟ ديناميكية. إيش معنى الديناميكية؟ أروح أجيب البيانات أقرأها من ملف، من ملف أكسل، ملف أكسس، ملف كذا كذا كذا، وأروح إيش؟ أضيفهم، وأروح إيش؟ أضيفهم. أوكي؟ واضح؟ طيب إنسيرت. إنسيرت إيش معنى إنسيرت؟ إدراج. الإضافة هذه حتنضاف إلى ليش؟ دائما نضيف إلى وين؟ للأخير صح ولا لا؟ بس خلينا حال أنه نلغي تفعيل خاصية السورتد عشان نضح لها حال الرؤية. لغيناها سورتد. تمام. الآن لو نفذت، لو شيء أضيف عنصر هنا وين حيضيف لي؟ في الأخير. بس أنا الآن أضيف المصفوفة، بيضيف دائما في ليش؟ في الأخير. الإضافة دائما في الأخير. الإنسيرت لا، إدراج. إيش معنى إدراج؟ حط لي هو في مكان معين، حط لي في مكان إيش؟ معين، أحدد المكان. تمام. إذا لو شيء الآن أضيف إيش بقول؟ الليست بوكس واحد دوت إيش؟ items dot insert. insert يعني ايش؟ ادراج. ونفس الاضافة بس في مكان ايش؟ بعين. ولذلك هذه الدالة بتاخذ two argument، two parameter او two argument. ايش الاول؟ الindex. ايش معنى الindex؟ الرقم او الموقع. يعني وين حتحط هذا العنصر؟ حط لي موقعه. والقيمة الثانية اللي هي الفاصلة اللي هي ايش؟ الايتم، العنصر. واضح ولا لا؟ فالآن ممكن أضيف إيش؟ عنصر في المكان وين؟ ثلاثة اسمه مثلا إيش؟ هذا الاسم. إيش معنى هذا الكلام؟ بيحط لك في الموقع ثلاثة الكي كي كي، مش في الأخير. الإضافة دائما في الأخير. الإنسيرت لا، في مكان محدد. وين حيضيفه الآن؟ وين؟ بعد من؟ بعد الجرين. إذا لاحظوا ضاف لي هنا بعد الجري. واضح ولا؟ واضح؟ إذا هذا الانسرت معنا بيدرج لي عنصر في مكان ايش؟ معين، في الموقع ثلاثة ثابت. طيب لو أراد المستخدم أن يضيفه أو يدرجه في الموقع الأول أو في الموقع الثاني، ها؟ يروح يغير الرقم. لا، أنا الشيء المستخدم هو اللي يتحكم. ايش ممكن أقول له؟ شغلوا عقولكم. ها قبل شوية ايش سوينا؟ أشو؟ لا مش تكست. الموقع، الموقع كيف نحصل على الموقع؟ selected index صح؟ إذا لو قلت له الآن list box واحد dot selected index زائدا واحد، إيش هيعطينا هذا؟ العنصر اللي اختاره المستخدم بعده صح ولا لا؟ إذا الآن مثلا أشي أضيفه بعد البلاك، ضاف له بعد البلاك. أشياء أضيفه بعد الريد، أضغط على الريد وقوله كذا، ضاف له بعد الريد. أشياء أضيفه بعد البلو، بعمل كذا. واضح؟
إذا السليكتد إندكس هذا حجيب لي الرقم اللي اختاره المستخدم زائدا واحد يعني إيش بعده ضيف لك هذا عشان يكون ليش لو الشيء قبله ناقص واحد صح لا إذا لو الشيء الآن اختار البلاك قبله ها غير صالحة ليش غير صالحة من يقول ليش غير صالحة سالب واحد مش منطقي لكن لو عملته الآن هنا ضافله في البداية صفر واضح بهذا الشكل لا مش شرط بس أنت الآن إذا شيء تدرج في مكان معين أشعد فائدة الترتيب هو أصلا بيرجع يرتبه في مكان محدد واضح إيش معنى الإنسرت إذا الإنسرت معناه بحط عنصر في مكان معين يحتاج قيمتين القيمة الأولى الموقع والقيمة الثانية إيش العنصر الموقع إما أن يكون ثابت أنا أحط له الموقع أو ممكن إيش بحسب اختيار المستخدم تمام بحسب اختيار ليش المستخدم الريموف لحذف عنصر صح ولا لا إذا أنا ممكن أجيب هنا إيش وأقول له ريموف ريموف وإيش أقول له الآن ليست بوكس واحد دوت إيش items دوت إيش ريموف ريموف إيش إيش الآن قيمة إيش معنى قيمة العنصر المراد حذفه العنصر المراد إيش حذفه مثلا ريد العنصر المراد حذفه يعني إيش ريد الآن الريد وين موجود موجود صح موجود قبل الأخير لو عملت ريموف لاحظوا حذف لي الريد صح ولا إذن هذا الكود هو يحذف لي ليش الريد أيوة لو المستخدم مش يحذف أي شيء سيليكتد آيتم صح ولا إذن بدل ما أقول له ريد أقول له العنصر يختاره المستخدم شوفوا الأشياء السهلة كيفين إذن ليست بوكس واحد إيش دوت سيليكتد إيش آيتم لا إندكس يعني رقم بينما الريموف تحتاج نص تمام إذا المستخدم الآن يحدد إيش مشتي يحذف ليش طلع لي إيرور لأنه أنت بتحذف لي إيش بتحذف لي اللون هو أصلا محدد إنه خلفية صح ها الآن الريموف بيمشي الريد كذا الجرين أحذفه طبيعي البلاك أحذفه البلو أحذفه والبينك أحذفه ها علقت هذه لأنه هنا الآن إيش معنى هذا الكلام معنى غير اللون لون الخلفية بحسب اختيار المستخدم الآن غير الخلفية وحذفت العنصر الآن هذه كانت إيش مش غير الخلفية بحسب اختيار المستخدم صح ولا طيب أنت الآن رحت حذفت هاللون هذا لاختيار المستخدم وهو قد خلفية كيف يتم كيف منطقة كيف يتم يعني شغل عقولكم شوية كده طيب ريموف آت إيش معنى ريموف آت حذف عنصر في مكان ما صح ولا بالضبط إذن بقول له هنا ريموف وإيش أقول له آت ريموف إيش آت وإيش يحتاج قال يحتاج إندكس إيش معنى إندكس الرقم أيوة إذن بدل السيلكتد آيتم كان خلوه السيلكتد إيش إندكس يعني حذف لي العنصر في الموقع وش رقم لكن هناك الحذف تحتاج إيش نص إذا لا سيلكتد آيتم تمام واضح إذا الآن إيش الإندكس ما حددنا صح نفس القصة هذه الآن بتحذف عنصر هو يعتبر إيش خلفية إذا الآن بختار هذا أقول له إيش ريموف هذا ريموف وهكذا صح ولا إذا بالإمكان يجي يعمل لكم هذا الكود يقول لك حدد الغلط هذا يقول لك ليست بوكس واحد وتأيتم ريموف آت ويقول لك ليست بوكس واحد وسيلكتد آيتم غلط صح ولا أقول له الريموف تحتاج سترينج سيلكتد آيتم والريموف آت تحتاج إيش رقم سيلكتد إيش إندكس طيب سيت سيلكتد إيش معنى سيلكتد مختار مختار
انت الان لما تعمل كذا انت الان ايش سويت؟ اخترته حددته. طيب انا ايش المستخدم اللي يحدده بالكود؟ ها يعني مثلا هنا لو قلت الان الليست بوكس واحد قلت ايش؟ ست سيلكتد ايش اشتي؟ العنصر رقم العنصر مثلا ايش احدد العنصر رقم 3 واخلو حالته ايش؟ ترون لان العنصر ما يكون محدد او يكون غير محدد. الان ايش اخلي العنصر رقم 3 ايش؟ محدد متى؟ عند النقر على هذا الزر. اذا لاحظوا الان ما انقر على هذا الزر راح احدد لي العنصر رقم 3 بس بالكود مش بالمستخدم اللي حدد. تمام. طيب كلير سيلكتد الغاء التحديد. انا حددت الان الغي التحديد. جيت سيلكتد احصل على حاله التحديد على يعني مثلا انا معي متغير اكس صح ولا لا؟ السيت معناها ايش؟ اعطي قيمه. سيت سيلكتد يعني ايش؟ حدد عليه يعني اعطي قيمه. جيت سيلكتد احصل يعني الان لو احصل على قيمه اكس هذه جيت لو شو اعطيها قيمه هذه ايش؟ ست. طيب لو شو الان اعرف العنصر رقم واحد محدد ولا مش محدد؟ اقول له ايش؟ جيت. لو قلت الان مسك بوكس الليست بوكس واحد دوت ايش؟ جيت سيلكتد اوف ايش؟ مثلا اثنين. ايش معنى هذا الكلام؟ جيب لي حاله العنصر اثنين محدد ولا غير محدد؟ تمام؟ وعمل لي في رساله نصيه. الآن قال لي إيش؟ فولس من هو؟ العنصر اثنين صفر واحد اثنين اليون الجرين. لو حددت عليه قال لك أنت الآن محدد. قال لك الآن هو إيش؟ هو محدد. طيب الكلير مسح. إذا ممكن المستخدم إيش يعمل مسح؟ هيقول إيش؟ إيش هيقول؟ ليست بوكس واحد دوت آيتمز دوت إيش؟ كلير. إيش معنى كلير؟ removes all items from the collection. حذف كل العناصر من القائمة. حذف كل العناصر من ايش؟ من القائمة. إذا لو قلت له ريموف راح حذف لي ايش؟ كل العناصر من القائمة. طيب وماذا عن find string exact و contains؟ هذه دوال كلها للبحث. دوال ليش؟ للبحث. نبدأ بأول حاجة اللي هي ليش؟ ال contains. هذا مش محرر نصوص. هذاك في محرر نصوص ممكن. واضح؟ إلا ممكن تجيبه برمجيا. برمجيا ممكن. طيب الآن ثلاثة دول كلها دول ايش؟ خاصة بالبحث. خاصة بالبحث. أول حاجة كونتينز، ايش معنى كونتينز؟ يحتوي. لو جينا نشوفها وقلنا مسك بوكس الليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت كونتينز. كونتينز وحط له ايش؟ وحط له القيمة مثلا ريد. ايش معنى هذا الكلام؟ ايوه شوف لي في العناصر القائمة هل موجود ريد؟ اوكي؟ قال لي ايش؟ نعم موجود. نعم ايش؟ موجود. طيب لو قلت له موجود جي 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 مش موجود صح ولا لا؟ طيب هل الهدف من الكونتينز فقط عشان يقول لي موجود ولا غير موجود؟ لا انا مدير الشركه على اسم هذا. ايوه موجود او غير موجود بس كذا يعني؟ طيب لنفترض انه هذه اد حتضيف لي عنصر صح؟ خليكم معايا. كيف نضيف عنصر؟ الليست بوكس واحد دوت ايش؟ ايتمز دوت اد ما بداخل ايش؟ التكس بوكس 2 لواحد 2 دوت تكس صح ولا؟ اذا هذا الان بيجيب لي ايش؟ بيضيف لي عنصر. طيب المستخدم كتب ايش؟ كتب مثلا ايش الاول اللي ضفناه؟ براون. وش يعمل له ايش؟ اد. بالغلط يعمله كذا اكثر من مره. ايش تلاحظون؟ كرره.
صح ولا لا؟ كرره. طيب هل ينفع ان انا اكرر لون او عنصر؟ يعني هل ينفع ان انا اسجل طالب واسجله اكثر من مره في قاعده البيانات؟ مستحيل، يقول لك هذا ما حقق اي كلام، صح ولا لا؟ اذا ممكن استفيد من داله الكونتينس او البحث عشان امنع تكرار اضافه عنصر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اذا الكونتينس هذه ايش حتجيب لي؟ موجود او غير موجود. اذا قبل ما تضيف عنصر شوف موجود، اذا موجود قل لي موجود، اذا مش موجود ضيف. ايوه هذا الكلام الان. اذا عندما عمل الاضافه لاحظوا كيف بنتحكم فيها، ايش بنسوي؟ بنقول له اف. كيف اعرف انه موجود ولا غير موجود؟ ليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت كونتينز، ايش هو الموجود في التكست بوكس 2 دوت تكست؟ معنى هذا الكلام ابحث لي عن هذا العنصر قبل ما تضيفه، اذا هو موجود طبعا حيرجع ليش؟ يرجع لي ترو. اذا هو يساوي ترو طلع لي في رساله نصيه قول لي ايش هذا العنصر موجود من قبل او مسبقا، موجود مسبقا، صح؟ صح ولا لا؟ هذا اذا هو ايش؟ اذا رجع لي ترو يعني موجود. اذا ما هوش موجود اكيد بيرجع لي ايش؟ فولس، صح ولا لا؟ اذا بنقول له ايش؟ إلس، لأنه ما عاد في خيار ثالث، صح ولا لا؟ إلس إيش؟ ضيفه، صح ولا لا؟ ممكن أن تقول لي مسك بوكس تم إضافة العنصر بنجاح، صح ولا لا؟ إيش حتسويش؟ خلاص. إذا لاحظوا الآن المستخدم أضاف إيش؟ براون، براون، تمام؟ وش يعمل ايش؟ اد، خلاص اضافه وقال لي تم اضافه العنصر بنجاح. بالغلط هذا العنصر موجود مسبقا، ما عاد بيضيفه اطلاقا، واضح ولا؟ اذا انا اقصد انه لما نستخدم الخاصيه او الداله مش معنى فقط لا حجيبها لغرض معين، لا انا اوظفها بحسب ايش؟ بحسب الحاجه، بحسب ايش؟ الحاجه، تمام؟ إذا عرفنا إيش معنى كونتينس. كونتينس معناها تبحث لي عن العنصر موجود في القائمة بترجع ليش؟ إما ترو إما إيش؟ فولس. وأنت بعدين بحسب الحاجة توظفها بحسب إيش؟ الحاجة. الفايند سترينج، فايند يعني إيش؟ يبحث أو ابحث. سترينج نص، معنى ابحث لي عن نص، ابحث لي إيش؟ عن نص. فلو استخدمنا هذه الدالة find string find string find string يبقى ابحث، بقول له list box واحد dot items عفوا list box واحد تعتقد موجودة على طول find string. أيوه find string. هذه الدالة ايش بستقبل؟ بتستقبل لي نص. وايش حترجع لي؟ انتجر. ايش هذا الانتجر؟ الرقم وجود العنصر هذا او موقع وجود العنصر. اذا find string اي string مثلا re، معنى هذا الكلام يبحث لي عن السترينج ار اي، اذا هو موجود رجع لي رقم يفيد بموقع وجود هذا العنصر، تمام؟ يعني مثلا الان ار اي موجود، موجود ار اي موجود، وين موجود؟ هنا في الموقع الرابع 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 واضح له؟ خلي بيجي هذا بيجي، واضح ولا لا؟ اذا عرفنا ايش معنى فايند سترينج، بيبحث لي عن نص بس بيرجع لي ايش؟ لا مش رقمه، مكان وجوده، الموقع ايش؟
وجود هذا العنصر، صح ولا لا؟ طيب الفايند سترينج اكزاكت هنا بيبحث عن جزء من النص ار اي، يعني في عنصر يبدا بار اي. الاكزاكت يعني ايش بالضبط؟ يعني الار اي بيقول لك مش موجود الشيء، يكون ريد كامل يعني، واضح ولا؟ وذلك في الاور في الداتابيس في الاوراكل انتم تستخدمون ايش اللي يساوي، صح؟ صح ولا؟ في حاجه اسمها اللايك مش كذا؟ كذا؟ وكذا؟ صح ولا؟ إيش معنى اللايك؟ يعني هل 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 هذا العنصر جزء منه موجود؟ يشبه؟ يعني مثلاً لو كان معي مثلاً محمد وكتبت ميم، هيطلع لك من البحر، صح ولا؟ كتبت حاء هيطلع لك إياه، كتبت دال هيطلع لك إياه، كتبت مح هجيب لك إياه، لكن يساوي معنى إيش؟ exact على بده يكون نفسه، تمام لا؟ اذا الان لو عملنا find string exact وقلنا find string حيقول لي ايش؟ سالب واحد. ايش مع سالب واحد؟ مش موجود، مش موجود، واضح ولا لا؟ واضح. طيب لو عملت red حيقول لك انه موجود في 4، صح نفس الاول، بس هذا exact ضروري يكون نفسه بالضبط، وهذا كيش يعني يشبه، تمام. اذا فهمنا ايش الفرق ما بين هذه الثلاث الدوال اللي بالاخير، فايند سترينج، فايند سترينج اكزاكت، كونتينس. كونتينس ايش حتجيب لك؟ موجود او غير موجود بدون اي كلام. الفايند سترينج اذا موجود يجيب لك موقعه، اذا مش موجود يجيب لك سالب واحد جزء من النص. الفايند سترينج اكزاكت بيبحث لك عن الكلمة بالضبط، إذا موجودة حيجيب لك إيش موقعها، إذا مش موجودة حيكتب لك إيش، حيجيب لك سالب واحد، تمام. وهذه هي نماذج من الشفرات البرمجية للتعامل مع خصائص ودوال الليست بوكس بشكل عام. أولا الليست بوكس واحد السليكشن مود، إيش الخاصية اللي تسوي؟ تحدد طريقة الاختيار، إما عنصر أو لا يمكن أو ملتي سيمبل أو ملتي اكستندد. إذا فلو أشياء بالكود أحددها، إذا ما أقول ليست بوكس واحد والسليكشن مود يساوي سليكشن مود دوت إيش ون، هذا إيش معناه؟ إمكان التأشير على عنصر واحد، إذا بإمكان بالاختبار يجي يقول لك إيش ما معنى هذه الشفرة، تقوله كذا. طيب ليست بوكس واحد والسليكشن مود إيكوال تو سليكشن مود دوت ملتي سيمبل، لماذا؟ لأني برمجة. طيب اللي اختبار نهائي نظري، الليست بوكس واحد دو سيليكشن اندكس، ايش معنى هذا بيجيب لك؟ رقم العنصر المختار. الليست بوكس واحد دو رايت تو ليفت ايكوال تو لا بلا 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 دوت يس، معنى ايش؟ يرجع لك العناصر اليمين. الليست بوكس واحد اسماء، انت اسماء ليش ما انت مش معنا؟ ايوه. الليست بوكس واحد دوت ملتي كولوم، ايش معنى ملتي كولوم؟ متعدد الاعمده، يساوي نوت ليست بوكس واحد دوت ملتي كولوم، سمعت نوت؟ نفي، نفي. وهذه بالمنطقة احنا بنستخدم الرسوم لقيت هذه النوت ايش معناها؟ نفي، يعني اذا ترو يرجعها فولس، اذا فولس يرجعها ايش؟ ترو، يعني اذا دخلت واحد حيرجعها ايش؟ صفر، اذا صفر حيرجعها ايش؟ واحد، صح ولا؟ إذا ما معنى هذا الكلام؟ الملتي كولوم هي تحتمل قيمتين، صح؟ إما مفعلة أو غير مفعلة، صح ولا؟ إذا هذه معناها إذا هي مفعلة بيلغي التفعيل، إذا هي غير مفعلة بيفعلها، زي السويتش أون السويتش أوف، هذا ضغط عليه سويتش أون، ضغط عليه مرة ثانية سويتش إيش؟ أوف. فلو الشيء أقول لك الآن هنا ملتي كولوم، قلت لك الآن إيش الليست بوكس واحد دوت ملتي كولوم، طبعاً بقول لك إيش يساوي إما ترو إما فولس، إذا قلت لها ترو هتفعل وخلاص، إذا قلت لها فولس هتلغي التفعيل وخلاص. لا أنا شيء أقول له إيش، شيء يتحكم فيها سويتش أون سويتش أوف، تفعيل غير تفعيل. إذا بقول له إيش نوت الليست بوكس واحد دوت إيش ملتي كولوم، إيش معنى هذا الكلام؟ جيب لي الحالة حقها وانفيها، تمام. الان يعني بهذا الشكل ملتي كولوم كذا،
واضح ولا؟ سويتش اون سويتش اوف. واضح ولا؟ اذا هذه النوت دائما تستخدم مع ليش؟ مع الخصائص اللي تحتمل قيمتين ترو فولس. ترو ايش؟ فولس. سويتش اون سويتش اوف، تفعيل وغير تفعيل. تمام؟ واضح ولا؟ واضح. نعم، اي حاجه تحتمل قيمتين ترو فولس استخدم ليش؟ ممكن نستخدم ليش؟ النوت. واضح؟ تمام. طيب ديم اري از سترينج ايكوال تو جي جي اتش اتش، ايش معنى هذا التصدر؟ تعريف مصفوفه من السترينج فيها كذا. ادرينج ار ار، هضيف لي مجموعه من العناصر اللي هي ليش محدده في المصفوفه. الليست بوكس هو حد ايتمز دوت انسيرت. انسيرت يعني ايش؟ ادراج مش اضافه، ادراج هذا العنصر ما في الموقع ما بعد اللي اختاره المستخدم. تمام، واضح. وهذه بعض الامثله عليها. على سبيل المثال ذاك معنا هذا القائمه اسمها ليست بوكس واحد، وفي كذا حاجه هيدن اللي هي ايش؟ الاندكس زي المصفوفه، صح؟ العناصر في المصفوفه تفهرس من 0 تو ان بس ما تكونش ظاهره. فلو قلت لك الليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت كاونت، ايش حيجيب لك؟ اربعه. هذه الداله حتجيب لك اربعه، حتعد لك العناصر ابتداء من واحد. لو قلت لك الليست بوكس واحد دوت سيلكتد اندكس، ايش حتجيب لك؟ يعني الان محددين على ايش من عنصر؟ اثنين، صح ولا لا؟ اذا صفر واحد اثنين جاب لك اثنين. لو قلت لك الليست بوكس واحد دوت سيلكتد ايتم، ايش حيجيب لك؟ نص العنصر المحدد اللي هو ليش؟ السي. واضح ولا؟ هذا معنى. طيب لو طلب منا نسوي هذا المثال للاضافه والتعديل والحذف اللي كنتم تسالوا عليه قبل شويه، صح؟ اذا بعد ما درسنا الخصائص والدوال بامكان احنا نطبق هذا ليش؟ المثال. وخليكم معنا اسماء. طيب طيب عشان نطبق هذا المثال ايش نحتاج؟ نحتاج الى بوتونز. ايش هذه الاداه؟ ليست بوكس، تكست بوكس، ليبل. اي حاجه بيظهر لك نص توضيحي هذا ايش؟ ليبل، صح ولا لا؟ اذا احنا نحتاج ليبل، ايش حنكتب فيه؟ اسم ليش؟ العنصر اللي يكون معنا. ونحتاج ايش؟ الى مربع نص هنا عشان المستخدم يدخل ايش؟ نص العنصر. ونحتاج الى ايش؟ الى ليست بوكس عشان نضيف ليش العناصر فيها ونتحكم فيها. ونحتاج الى ايش؟ الى بوتونز، بس عشان نكون كذا جمال نحطهم داخل ايش؟ مجموعه لانهم لهم نفس ايش الوظيفه. اخذنا الجروب هذا، صح؟ صح؟ وحنحدد هذا النص نقول ايش؟ العملية. وحنخليها ايش؟ في بلاش؟ في اليمين لأنه عربي. تمام؟ واضح؟ ممكن نغير الخلفية حقه. باك كلر. نختار مثلا هذا اللون. نغير خلفية هذا. ممكن نختار هذا اللون. تمام، ونجيب ايش الآن؟ ايش نجيب؟ بوتونز. أول واحد اللي هو ايش؟ ايش هو؟ إضافة. نروح لخاصية التكست، نعمل ايش؟ إضافة. ثم تعديل. ثم ايش؟
حذف ماش فروج. فروج. طيب بالإضافة إيش حسوي؟ بضيف العنصر صح؟ إذا بقول إيش؟ الليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت إيش؟ آت إيش حضيف؟ الموجود في مربع النص واحد التكست صح ولا لا؟ إذا هذا الكود حيضيف لي إيش؟ عنصر إلى داخل إيش؟ القائمة. أي عنصر اللي بيكتبه المستخدم وين؟ في مربع النص اللي التكست بوكس إيش؟ واحد. حلو. طيب هنا الآن بيجي لك تساؤلات لأن المستخدم لن يقبل بهذا الشيء صح ولا لا؟ يعني أنا أشياء أضمن أنه حقق النظام ما يقبل لي إلا بين الصحيح صح ولا لا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني المستخدم بكل سهولة ممكن يجي يعمل لك إيش إضافة كذا يشوف كذا كإضافة يشوف إيش إضافة بيجي يسألك يقول لك ليش ما يضيفش؟ إيش حتجيب له؟ إيش حتجيب له؟ بتقول له اكتب هنا اكتب هنا حاجة. إذا بقول لك ها ريد ريد أنا نسيت إيش سوالي؟ ايش اضاف؟ يعني هذا كأنك سويت ايش؟ هكذا. مش قلنا كل فراغ يعتبر عنصر؟ لا في معانا عناصر. في معانا ايش؟ عناصر ولكنها فاضية. شوفوا. صح ولا لا؟ اذا الشيء يمنع هذا الكلام. الشيء يمنع هذا الكلام ايش بسوي؟ ها؟ بروح اسوي كذا. احذف صح؟ احذف الفراغة واكتب هنا ايش؟ ريد. طيب المستخدم كيف اقول له؟ قبل ما تضيف العنصر اتأكد هل فعلا المستخدم دخل نص ولا ما دخل؟ ها ايش بقول له؟ اذا كان التكست بوكس واحد التكست ايش هي؟ ها متى حضيفه؟ اذا لا يساوي فراغ. ايش معنى؟ طبعا هذه معنى لا يساوي في السي بلس بلس في جوال. هذا الرمز معناه لا يساوي. واضح؟ طيب ايش معنى هذا الكلام؟ هل مربع النص فيه قيمه؟ يعني مش فراغ؟ اذا مش فراغ ايش تسوي لي؟ ضيف. ما لم إلس ايش حنسوي له؟ ميسك بوكس نقول له يرجى ادخال نص صح ولا لا؟ يرجى ادخال نص العنصر نص ليش؟ العنصر صح ولا لا؟ شوفوا هذه الحركة الآن ما في هذا الكلام انه يضيف لي حاجة فاضية يرجى ادخال نص العنصر بس لو شيء ادخل الآن ايه؟ هنا صح ولا لا؟ المفترض بعد هذه الرسالة يطلع لي ايش؟ يخلي لي الفوكس وين على المربع النص صح؟ دوت فوكس صح ولا لا؟ بهذا الشكل ما في خلاص الفوكس موجود الفوكس ايش؟ موجود طيب لما اضيف عنصر الان اضافه صح ولا لا؟ هل في داعي انه يعمله هنا؟ لانه قد يكون في تكرار كذا قد يكون في ايش؟ تكرار التكرار ممكن احله مش بالمشكله بالموضوع السابق الكونتايس وكذا لكن بإمكانه يسوي بعد ما أضمن إضافته أقول له التكست بوكس واحد دوت إيش كلير ما في داعي وجود النص صح ولا لا وأقول له بعدين التكست بوكس واحد دوت إيش فوكس صح ولا لا إذا لو أضف شيء معين هنا وعملت إضافة صح حذف لي النص الأول خلاص قد أضافه لو عملت إضافة أقول لك ادخل نص واضح واضح مش واضح طيب هذا عملية ليش الإضافة التعديل الآن المستخدم لو دخل لون مثلا ريد جرين ملاحظ جرين إيش غلط ملاحظ جرين إيش غلط إذا ممكن المستخدم يحدد عليه مجرد التحديد ينتقل إلى هنا صح ولا لا كيف وكيف شو يعدل إيش بتعدل أنت يعني اجي اقول له عدل الطالب بدون ما احدده كيف يعني كيف بيتم؟ لا بد احدده. انا قصدت انه اذا ايش؟ انا قصدت انه
كيف كيف؟ اها يضغط على ايش؟ اذا ما ضغط على هذا المربع النص اللي يكون معي. ايوه بقول له تيكست بوكس واحد دوت ايش؟ تيكست يساوي الليست بوكس واحد. كيف اجيب العنصر المحدد؟ سيلكتد ايش؟ ايتم. صح ولا لا؟ اذا المستخدم كتب ريد، كتب جرين بالغلط، يحدد على الغلط، مجرد ما يحدد عليه يجي هنا. تمام. الان بغيره براحتي جرين هكذا، واشيله ما اضغط على تعديل يتعدل لي هذا. صح ولا لا؟ اذا زر التعديل ايش بيكون؟ الليست بوكس واحد. انا شيل الان اروح للعنصر المحدد صح؟ اذا بقول الليست بوكس واحد دوت ايتم، اي ايتم؟ المحدد. كيف اقول المحدد؟ الليست بوكس واحد دوت ايش؟ سيلكتد اندكس. لا اندكس، ليش اندكس؟ لانه رقم. يعني لو كان معي مصفوفه بلس بلس انتقال اكس صفوف 10، اشيل انا اروح ايش؟ احط ايميل الاكس للموقع الخامس، ايش كنت بكتب له؟ اقول الاكس صفوف ايش؟ أربعة يساوي something. صح ولا لا؟ الان اشيل اعدل العنصر المحدد صح ولا لا؟ اذا بقول له ايش؟ الايتم صفوف سيلكت الاندكس صح؟ لأن هذا رقم واضح؟ إذا ايش بقول له هنا؟ دوت سيلكتد اندكس ايش يساوي؟ نفس هذا ايش يساوي؟ القيمة الموجودة الآن في النص اللي تيكست بوكس واحد دوت ايش؟ تيكست. إذا حاجة مش واضحة ما حد يستحي تكلم. يعني معنى الكلام كذا ريد جرين بالغلط، شي عدل عليها، لاحظوا جاب لي اياها فوق، باجي اقول له ايش؟ جرين، بقول له تعديل، يروح غير لي الجرين. لا ما ينفعش. يعني هل يستطيع هنا اقول له هنا نص؟ يعني الايتم الموجود في الموقع الفلاني. واضح؟ الايتم الموجود في الموقع ليش؟ الفلاني، وذلك هنا لو كتبت كذا ها دوت ايتم ايش قال لي هنا؟ get the item of the كذا كذا list box، يعني بيجيب لك العنصر رقم العنصر، يعني بيحتاج ايش يكون؟ رقم. تمام واضح؟ طيب الحذف ايش دالة الحذف اللي اخذناها؟ ريموف صح ولا لا؟ بس لاحظوا الريموف هذه ايش؟ محرقة يعني حساسة، قد اجيب بالغلط اعمل حذف يحذف لي طالب، ما ينفعش. يعني لابد اتاكد على المستخدم فعلا انت تحذف ولا لا ولا بالغلط، لان المستخدم ايش؟ قد اجيب بالغلط الشيء عمل خروج عمل حذف يحذف يعني على طول. لا انبه المستخدم، انبه المستخدم. اذا بقول له ايش؟ ام اس جي بوكس. احنا كنا من قبل نعمل ام اس جي بوكس كذا رساله عاديه، وعندما يضغط عليها المستخدم يعطيني كذا رساله عاديه. لا انا الشيء الان فيها خيارات اكثر، تظهر لي يس نو مش عارف ايش الى اخره. ايوه إذن أول حاجة إيش؟ الرسالة هذه، إيش محتوى الرسالة؟ هل أنت متأكد من عملية حذف العنصر الحالي؟ بس لا أشي خيارات كمان أكثر، لو شي خيارات أعمل فاصلة. أنتم عرفتم درستم الأوفرلودينج صح؟ أن يكون دالة فيها أكثر من خيار أوفرلود. طيب الان الخيارات اللي شيء هل فقط موافق؟ انا شيء الان اقرا اختيار المستخدم، هل موافق ولا مش موافق؟ تريد تحذف ولا ما تريد تحذف؟ اذا لابد يظهر لي يس نو صح ولا لا؟ اذا بقول له يس نو. كمان لابد اعمل له ايش؟ الاستال حقه. ايش نوع هذه الرساله؟ الرسائل اللي تظهر للمستخدم اما ان تكون معلومه او تحذير او سؤال او كذا. ايش هذه الان؟ تحذير، ممكن يكون اكسكليميشن اكس هنا
اكس. هذا اكسكليميشن اللي ليش وارنينج اكسكليميشن عن ايش وارنينج. وايش التيتل حق الرساله؟ تاكيد عمليه الحذف بس. لاحظوا المسك بوكس، اما ان اكتب هذا النص معناه تظل رسالة عادية، واما ان يكون فيها خيار يس نو مع ليش نوع الرسالة. الان لاحظوا الرسالة هذه كيف بيكون نوعها حذف، لاحظوا ظهرت بشكل اخر، يعني الرسالة هذا العنوان حقها تأكيد عملية الحذف، هذا النص هذا الخيارات يس نو، وهذا اللي هو ليش اللي هو الستايل حقها الكلميشن. ممكن اخليها هنا ايش بدل هذا، ممكن اخليها ايش كويسن. ايش معنى كويسن؟ سؤال. حذف لاحظ الله لنا ايش سؤال، تمام واضح. ايش عيد بالنسبه للميسك بوكس؟ فيها خيارات، اول خيار نص الرساله اللي بتظهر للمستخدم، اذا شيء بس نص اكتبه وقفل القوس انتهى الموضوع. إذا شي خيارات أكثر اعمل إيش فاصلة، ثم حدد ليش البوتنس اللي حتظهر. طبعا البوتنس اللي حتظهر إما أن تكون إيش يس نو، يس نو كنسل، أوكي أونلي، أوكي كنسل، حسب الاحتياج. الآن الشيء إيش يس نو، وبعدين هنا زائدا الستايل. الستايل طبعا إيش نوع هذه الرسالة، تحذيرية، معلومة، سؤال، كذا إلى آخره. ثم فاصلة، عنوان الرسالة. إذا ما كتبت هذا الكلام ما تظلش عنوان للرسالة، واضح؟ إذن هذه الخيارات، هذا النص الأول، هذه البوتونز، هذه ليش الستايل، وهذه اللي ايش نوع عفوا عنوان الرسالة. عنوان الرسالة احنا الآن شو نقول؟ إذا المستخدم أكد على عملية الحذف ايش سوي؟ احذف. إذا ما أكد لا تحذف. إذا يعني إيش؟ إيش بنقوله إذا F. إذا كان الرسالة هذه بعد ما تظهر، طبعا الرسالة هذه بعد ما تظهر حيضغط المستخدم على شيء، صح ولا لا؟ إذا كان يساوي النتيجة حقها يس، إيش معنى النتيجة حقها يس؟ يعني المستخدم ضغط على يس، إيش حنفعل؟ بنحذف. إيش حنحذف؟ كيف حنحذف؟ نقول له الليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت ريموف، بيحذف لي ايش؟ ايش بيحذف لي؟ العنصر المختار. الليست بوكس واحد دوت ايش؟ سيلكتد ايتم. ممكن اقول لك ايش هنا؟ تمت عملية الحذف بنجاح، واقول له هذه الرسالة نوعها ايش؟ نوعها الشيء فقط ايش؟ الشيء اوكي بس، اوكي اونلي، لانه فقط معلومه هي. وايش حقها الستايل؟ انفورميشن، صح؟ وغلى باقي التأكيد. هنا باقي ايش؟ تمام. اذا لاحظوا الان المستخدم بيعمل ريد جرين، شي يحذف هذا بيروح يعمل ايش عمليات حذف، حط له رساله تاكيديه تريد الحذف، لا ما حذف. ليش؟ لانه الشرط غير متحقق. طب لو عملت له حذف وقلت له نعم، لاحظوا حذف من هنا وقال لي تمت عمليه الحذف بنجاح، طلع لي اوكي اللي فقط، وايش وعلم يعلمون عايش تأكيد. تمام. طيب الخروج نفس القصة، طلع لي رسالة ايش انه فعلا انت تريد الخروج ولا ما تريد، صح؟ هل انت متأكد من عملية الخروج؟ يس نو. وهنا ايش تأكيد عملية الخروج. وايش كمان نعمل لي هنا؟
هل يقول لي تمت عملية الخروج بنجاح؟ لا، خلاص يخرج عندي، يعني يخرج. واضح؟ طيب المستخدم يقول لك والله انا عندي صعوبه. ايش الصعوبه اللي عندك؟ يقول لك انا الشيء الان اضيف، ايش اعمل؟ انتر، مش قص على طول ورجع لهنا، وجي لهنا واعمل ايش؟ جرين، يعني في صعوبه. ايش بقول له؟ ايش نسوي؟ من فوكس الشيء هذا هو الاكسبت بوتون، صح؟ صح ولا لا؟ اذكروا الاكسبت بوتون ولا نسيتوه؟ هذا بوتون واحد، اذا نروح نقول له ايش الاكسبت بوتون؟ هو ايش البوتون واحد. اذا المستخدم بيكتب ريد كذا جرين، هكذا يعني بيكون في سرعه، صح ولا لا؟ الشيء يحذف، يعمل ايش؟ حذف، صح ولا لا؟ الشيء يحذف الكول، بدل ما يقص على واحد واحد يعمل هنا ايش؟ ايوه حذف الكل، صح؟ بس حيجيب له هذه الرسالة التأكيدية، حنقول له ايش؟ هل تريد متأكد من عملية حذف جميع العناصر؟ جميع العناصر، تمام؟ وهنا إذا قال لي اوكي تمام، ايش حقول له؟ دوت كلير، كلير، تمام؟ صح؟ حذف الكل، تريد التأكيد؟ تم تعمل حذف نجاح، تمام؟ واضح؟ سهل ولا صعب؟ ليش أنت معانا؟ اللي هي الكومبو ايش؟ بوكس، خلاص خلاص خليكم معي. الكومبو ايش؟ بوكس، اللي هي صندوق ايش؟ التحرير والسرد، التحرير والايش؟ والسرد. احنا نقصد فيها القائمة المستدلة، القائمة ليش؟ المستدلة، تمام؟ نكبر هذا شوية عشان نستخدم ايش؟ الكومبو بوكس. إذا هذا هي ايش؟ أداة الكومبو بوكس. ايش هي أداة الكومبو بوكس؟ بليز غلقوا لي كل شيء امامكم، ما حد طبق، ما حد طبق، ها يسجل يسجل. اذا قال displays an editable text box with a drop down list of permitted value، يعني بيعرض لي ايش؟ قائمه مستدله فيها مجموعه من العناصر مع امكانيه ليش؟ التحرير، تحرير النص، تمام؟ هنا في القائمة هذه اللي كنا نستخدمها، هل كان في مجال للكتابة فيها؟ هنا ما في مجال للكتابة، صح ولا لا؟ الكومن بوكس لا، حيضيف لك قائمة مستدلة بالإضافة إلى إيش؟ إلى مكان لتحرير إيش؟ النص. إذن هذا عفوا هذا هو الكومبو إيش؟ بوكس، تمام؟ طريقة التعامل يشبه إلى حد كبير الليست، وطبعا قائمة، إذا العناصر ممكن نحررهم من هنا، تمام؟ إذا بنكتب ريد بلو مثلا جرين، تمام؟ طبعا هذه القائمة تتناسب مع عدد العناصر اللي هي ايش؟ قليل، يعني صعب ان انا اجيب قائمة فيها كذا كثير عناصر بتظلي داخل الفورم، لا، إذا كان عدد العناصر كثير نستخدم ليش؟ الكومبو، نستخدم ليش؟ الكومبو بوكس، تمام؟ اذا الكومبو بوكس عباره عن ايش؟ عباره عن اداه بتعرض العناصر على شكل قائمه ايش؟ منسدله مع امكان التحرير عليها، مع امكان التحرير ايش؟ عليها. انا ممكن اكتب فيها شيء، ممكن اكتب فيها ايش؟ شيء، ممكن للبحث، للكذا، او اختار، او ايش؟ اختار. واضح ولا لا؟ وبالاختيار احد هذه العناصر ينفذ لي اكشن معين، يعني مثلا حق الالوان هذه ايش ممكن اسوي؟ بليز ايش ممكن اسوي؟ مي دوت باك كلر ايكوال تو ايش؟ سيستم دوت ايش؟ عفوا سيستم دوت دراوينج
دوت كلر دوت فروم ايش؟ فروم نيم اللي الكومبو بوكس واحد دوت سيلكتد ايتم نفس الكود السابق هو نفسه يعني هو شبيه لحد كبير القائمة. إذا أنا ممكن أختار إيش ريد، ممكن أختار إيش بلو، ممكن أختار إيش جرين، صح ولا لا؟ إذا التعامل هو نفس اللي هنا، لكن هذه إذا كانت عدد العناصر قليلة أنا ممكن أعرضها في إيش في ليست بوكس، لكن إذا كانت عدد العناصر كثيرة أعرضها في قائمة إيش منسدلة، أعرضها في قائمة إيش منسدلة. تمام، واضح؟ طيب نشوف إيش أهم الخصائص فيها. إذا قال في الغالب تستخدم القائمة عندما يكون عدد العناصر اللي ستعرض فيها قليل، تمام، بينما تستخدم القائمة المستدلة إذا كان عدد العناصر إيش ضخما، صح ولا؟ كيف؟ طيب من أهم ما يميز الكومبو بوكس النيم، الرايت تو ليفت، الفور كلر، الفونت، الفيزيبل، سورتيد آيتيمز، ستايل، الستايل هذا اللي هي جديدة، ها؟ أيوة الشكل حقها هذه نشوفها. إذا من ضمن الخصائص إيش الستايل أو دروب داون ستايل، اسمها دروب داون إيش ستايل. طبعا هذه الخاصية بتحتمل إيش ثلاث قيم. أول حاجة السيمبل، السيمبل بيرجعها إيش أشبه ما تكون بالليست، ولكن مع إمكانية الكتابة، واضح ولا؟ يعني الفرق بينه وبين هذه ما نقدر نكتب فيها، هذه بيعرضها زي الليست ولكن ايش ولكن ممكن نكتب فيها. والشيء اللي انا اختاره هو يطلع اصلا هنا، الشيء اللي انا اختاره هو يطلع ايش هنا، معناته اذا هذا ليش القيمه الاولى لمن لخاصيه الدروب داون ستايل لشكل القائمه. اذا اما ان تكون سيمبل واما ان تكون دروب داون. ايش معنى الدروب داون؟ قائمه مستدله، يعني حتظهر هنا، صح ولا؟ مع امكانيه ليش التحرير، واما ان تكون ايش دروب داون ايش ليست، هذا معناه انه ايش قائمه مستدله بدون امكانيه الكتاب. يعني هنا الان انا ممكن اخلي المستخدم فقط يختار، ما يقدر يكتب. ليش؟ لانه احيانا انا اشيل المستخدم يختار او يكتب شيء، يعني مثلا المجالات اجي اقول له حدد لي التخصص اللي ترغب فيه مثلا الكذا، انا ممكن احدد له تخصصات ممكن يكون هذا التخصص مش موجود يكتبه، واضح ولا لا؟ بس اذا انا شيء يختار ما بالله يختار ما في داعي انه يكتب، صح ولا لا؟ ما في داعي انه ايش يكتب، فقط ايش يختار، واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب اذا هذه اللي خاصيه الدروب داون ايش ستايل، دروب داون ايش ستايل اكتبها بس عشان خلاص اكتبها من هنا دروب داون ايش ستايل. طيب في معنى الماكس دروب داون ايتيمز، ايش معنى ماكس؟ اقصى. دروب داون ايتيمز اللي هي العناصر اللي حتظهر لي عندما نعمل دروب داون، عندما نعمل انسداد للقائمه او عندما تنسدل القائمه، يعني كم اقصى عدد الايتيمز اللي ممكن تعرض، كم عدد اقصى عدد العناصر اللي ممكن ايش تعرض. هنا كم يعرض عناصر؟ كلهم، صح؟ يعني لو كثرنا العناصر هذه كذا، لاحظوا بتظهر لي كلها، احيانا يكون مش مناسب ان يظهر كلها، صح؟ يعني فقط تظهر لي جزء بسيط وانا امشي بشريط ايش تمرير، صح ولا؟ اذا هذه نتحكم فيها من خلال خاصيه ايش الماكس دروب داون items. تمام، اذا بروح عند ايش خاصيه الماكس دروب داون ايش ايتم، هي باي ديفولت كم؟ 8. انا ممكن اخليها هنا 5، صح ولا لا؟ بس معي خاصيه هنا لابد توقفها اللي هي ليش اعتقد ريسايز، وين الريسايز تشوفوها؟ هذه لا مش هذه، لا حاجة اسمها ريسايز، أنا فكرة مش كاتبة هنا في الخصائص، حد حصلها؟
resize. هلا موجودة. لأنه الآن عددتها ثلاثة صح؟ أو خمسة ولا كم عددت؟ خمسة. بتظهر كلها. معناه أن فيها ريسايز، الريسايز يعني إيش؟ مفعل. بس أنا شو أوقف هذا الريسايز؟ ذاكرها بالضبط عشان بس تظهر. لا اليوم ينبر تاب ستوب. لا عشان هي مش ما فيش كلمة ريسايز مش في البداية حتى في الأخير في الوسط ممكن او تو كومبليت كاستم او تو كومبليت او تو كومبليت سورس بلاك كلر كروس فاليديشن سيرت نمبر نهاية الستايل Thank you.
إذا الانتجرال هيت هذه نوقف هذه الخاصية اللي هي الانتجرال هيت. الهيت اللي هو ليش؟ الارتفاع. الارتفاع طبعا أنا محدد الآن كم عناصر بتظهر؟ بتظهر لي 5 عناصر صح؟ صح ولا لا؟ أنتم معايا؟ هذه الماكس دروب داون ايتمز. الآن مهما كان عدد العناصر حتظهر لي فقط ايش؟ 5 ممكن ايش؟ يعني اعدل صح ولا لا؟ او بامكاني اغير هذه الخمسة اخليها كم؟ 10. وين سويتها؟ هذه؟ ممكن تكون مثلا 3. لاحظ ظهرت لي ايش؟ 3 فقط ايش؟ فقط. انتجرال هيت. انتجرال هايت او هيت. وقفها. الآن أما نتكلم عليه واضح؟ إذا عرفنا إيش معنى خاصية الماكس دروب داون آيتمز، معنى أنا بتحكم في عدد العناصر اللي حتظهر لي في القائمة المستدلة بس بشرط إيش؟ توقف لي خاصية الانتجرال إيش؟ هيت. انتجرال إيش؟ هيت. تمام؟ واضح؟ طيب الآيتمز نفس الليست بوكس. آيتمز أضيف أحذف عدل الآد الريموف والكاونت والسليكتد إندكس والسليكتد آيتمز نفس الضبط نفس إيش؟ نفس ال هذولا. وهذا اللي هي الستايل قلنا في معنا 3 خيارات، إما أن تكون قائمة مستدلة مع إيش؟ مع إيش؟ طبعًا قائمة مستدلة مع تحرير، أو تكون قائمة إيش؟ مستدلة مع إمكانية الكتابة، أو يكون فيها إيش؟ بسيط. إيش معنى بسيط؟ بس. ناخذنا 3 خيارات لها اللي الستايل. ايوه لا ما لهش علاقه بهذه. شو الدروب داون ستايل؟ اول حاجه البسيط، بسيط بتظهر لي زي القائمه. تمام؟ يعني حتظهر لي العناصر مش قائمه مستدله، مش قائمه مستطره، بسيط يعني زي القائمه، بس زي هذه بالضبط بس مع امكانيه ليش الكتابه. تمام؟ الدروب داون تظهر لي على اساس قائمه مستدله مع امكانيه ليش الكتابه. الدروب داون ليست تظهر لي قائمه مستدله مع عدم امكانيه التحرير او الكتابه عليها. واضح؟ تمام. هذا اللي هي ليش الستايل. طبعا في معنا خواص اخرى وكل واحده لها ايش، لها يعني وظيفتها، واهم ما يعني يميز هذه الخاصيه فيها حاجه اسمها ايش، اوتو كومبليت كاستمر سورس اللي كنتم تتكلموا عليها. انا اكتب جزء من النص وبيبحث لي اياه. واضح ولا؟ اذا فلو طبقت هذا الكود هنا راح نكتب بس ريد جرين بلو يلو بينك. How to complete. لاحظوا الآن بكتب إيش؟ ريد طلع لي الآر هذه. يعني هو بيكمل الكتابة صح ولا لا؟ بيقترح لي كتبت جرين جاب لي اللي تبدأ بجرين. يعني في حاجة اسمها how to complete. يعني الاكتمال ليش؟ التلقائي صح ولا لا؟ فهذه الخاصية اللي هي أولا الأوتو كومبليت كاستمر سورس. الأوتو كومبليت كاستمر ايش؟ سورس. طبعا هنا الآن بيكمل لي الآن الكلمة من وين؟ من قائمة أنا عرفتها اللي هي مثلا ريد جرين بلو إلى آخره صح ولا لا؟ وإيش نوع الأوتو كومبليت؟ نوع الأوتو كومبليت إنه ايش؟ سجست. إيش مع سجست؟ يقترح، هو يقترح لك، يعني هو يدي لك الكلمات اللي تبدا بكذا كذا صح ولا لا؟ الاوتو كومبليت بحدد انه الكستمر ايش؟ سورس اللي انا حددته هنا مسبقا.
طبعا لو جيت الان لعند هذه الخاصيه اللي هي الاوتو كومبليت كاستمر سورس، هذه طبعا هي نن صح. اما ان يكون قلنا ايش كاستم سورس، ايش معنى كاستم سورس؟ مصدر، ها يعني مصدر مخصص انا اكتبه بلو كذا كذا كذا، او يكون مثلا ايش ليست ايتيمز. ايش معنى ليست ايتيم؟ العناصر الموجوده في القائمه، العناصر الموجوده في ليش في القائمه. لو كتبت الان مثلا ريد هنا ريد طلع لي انها موجوده في العناصر، في قائمه العناصر، في قائمه ليش العناصر. واما ان يكون ايش، واما ان يكون فايل سيستم. فايل سيستم يعني ايش؟ نظام ملفات، يعني موجود في ملف، في قاعه بيانات، في اكسل، في كذا، ممكن يجيب لي من هناك. ها ما تقدريش ايش؟ لا من هنا خلاص انتهى الموضوع. يعني مثلا هذا الكود اللي انا كتبته كذا، الشيء الان هو يعمل لي ايش؟ اقتراح من وين؟ من العناصر الموجوده في القائمه. طبعا العناصر الموجوده في القائمه هي كيت هذولا. شوف الان بعدين بكتب دي، حيطلع لي هذا كل الدي. تمام، اذا ايش بقول له؟ اول حاجه اروح افعل الخاصيه اللي هي ايش؟ اللي هي الاوتو كومبليت هذه، الكستم سورس منين بجيبها؟ من هنا صح ولا لا؟ الكستم سورس شفت لما كتبت انا احمد ريد كذا كذا، ممكن اكتبها هنا، ممكن اكتبها بالكود. طيب انا اما ايش كستم سورس؟ الشيء الموجود في القائمه نفسها. ايش حسوي هنا؟ بحدد ليش اول حاجه، خلينا قبل هذه بحدد هنا ايش الليست ايتم. ايش معناته الليست ايتم؟ اقترح لي من العناصر الموجوده في القائمه، ما في داعي يكون كستم اخر، او ما يكون كستم ايش سورس اخر. هنا الاوتو كومبليت نن، يعني في حال انت الان في اوتو كومبليت ايش حيسوي لك؟ نشوف السجست. السجست يعني ايش؟ يقترح، يعني يطلع لك وانت تختار اللي تشتي. يعني مثلا انا كتبت هنا دي، لاحظ طلع لي كل اللي يبدا بدي من وين؟ من القائمه، انا حددت له ليست ايتم مش كستم، فطلع لي كذا. الان هذا معناه سجست، هذا معناه ايش؟ سجست. لو غيرت المود حقه ايش ممكن يكون القيمة الثانية اللي سجست؟ ممكن يكون ايش؟ ابنت. ايش معنى ابنت؟ دي ايش فيها؟ لاحظوا من نفسه طلع لي اياه، ما فيش اقتراح. يعني جاب لك كذا دي وعمل ايش؟ اف. شوفوا دي ايش لاحظوا؟ هم نفسه بيكمل هنا. هل انا كتبت الاف؟ كتبت الاف ولا ما كتبت الاف؟ انا كتبت الا اف دي، فجاب لي اقرب كلمه لحق الكلام على طول كتبها كامل. السجس لا، وطلع لك وانت تختار. هنا ابند يعني يجيب لك انت الان تكتب ايش؟ مثلا دي اف، دي هكذا اف، او خلينا نكتب ريد ريد. لاحظوا انا مجرد ما كتبت ار جاب لي الكلمه اللي تبدا بار وكتب لي على طول اياها. خلاص انا ممكن اعمل كذا اختارها. هذا اللي هو ليش الابد. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب وهذا تكليف نزيد التشيك بوكس ولا ها؟ ايش حرام؟ ما لا كل شيء الاختبار ايش المشكله؟ وهذا تكليف. طيب طبقوا الكومبو بوكس هذا.